السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. ندرس اليوم في محاضرة اليوم، هي آخر محاضرة في الفلويد ميكانيكس، عن موضوع مهم أو نعطي introduction عن موضوع مهم أنا وهو البامبس. موضوع البامب هو يعني application المهمة جدا في عالم الفلويد ميكانيكس، في عالم الميكانيكال انجينير، في البيلدينج، في الاندستري، في المانيفاكتشرينج، وين ما كان موجود عندي بامبس. فضرورة فهم البامب، و يعني مش رح بس نعطي البامب، نعطي كمان شوي على الأجهزة الثانية أو الابليكيشن الثانية، ولكن البامب هي أشهر ابليكيشن على موضوع الفلويد ميكانيكس. حكينا من قبل أو المحاضرة الماضية اللي قبليها حتى عن النتورك للبايبس، كيف ممكن نحسب إحنا الفريكشن لوسز، كيف نحسب الفلوريت، كيف نحسب الديامتر، وهذا إشي أكثر تعقيداً، تمام؟ بهذه الطريقة إحنا عملنا pipe connections. طب مشان إحنا نزود ونعمل overcoming for these losses, this friction, this issue, we must use other or positive devices. Positive devices ليش؟ لأنها بتعطي طاقة. أما إذا بدي أسميها negative devices أو negative components، مش device، ممكن نسميه components، زي مين؟ زي التربين. positive components زي مين؟ زي البامب، لأنها بتعطي power. فبالتالي هون أنا لازم أحكي عن موضوع البامبس كمان مرة والتربين. one such schematic is depicted in the figure below, which shows the inlet and outlet flow of pump and turbine. كيف احنا بنعرف الفلو البامب من التربين في الرسم؟ باستخدام هذه الرموز. Work in means that this is pump. Work out means that this is, طبعا work in for this pump. Work out from this turbine. فبالتالي نعرف احنا اي component موجودة عندي. They are, of course, the opposite of each other, with the pump doing work on the fluid, increasing its energy, while the turbine is decreasing its energy or extracting the energy from the fluid. All right? هذا الفرق ما بين النقطتين الموجودات عندنا. The work done in pump or turbine is simply change in energy of fluid over the fluid. هذا الحكي شفناه. احنا كيف حولنا من pressure, flow rate, إلى power, اللي هي energy rate. Four, a pump work is taken from external sources. مثل مين؟ مثل مثلا الكهرباء. زمان كانوا ما في عندك كهرباء، كان في عندك مباشرة الديزل انجن. فكثير من مضخات المياه كانت تشتغل على الديزل انجن، تمام؟ أو يعني على محرك الديزل. الآن في شفت اليوم او يعني اصبحت تشوف اليوم بسبب وجود البي في سيلز والسولار انرجي مضخات كثيره، بالاخص الهيوج بامب ممكن تكون موجوده في مناطق الضخ المعينه، عم بيستخدموا ايش؟ البي في سيلز اللي هو السولار انرجي. فبالتالي هذا هو مصدر الطاقه الخارجي اللي بدنا اياه منشان احنا نشغل فيه الماتور الكهربائي الكتريكال موتور ذات روتيت اور connected with the pump. هلا المضخة تتكون من جزئين، جزء كهربائي اللي هو ماتور كهرباء، يعني عادي ماتور كهرباء زي ماتور اي موجود سيستم موجود عندك، فبالتالي هو عبارة عن ماتور كهربائي و connected مع الاليمنت او الكومبوننت اللي بتشتغل في البامب. اوكي، اللي هو زي الكافيتي او زي، عفوا مش الكافيتي، ممكن نسميه زي الهوز، البوكس تاع اللي بتعمل فيه بامبينج وتضغط فيه الفلويد. اوكي، سو وي هاف ديفرنت تايب اوف بامبس
بدي أركز على كم من نوع من البامبس وبعديها أفرجيكم صور مختلفة للبامبس الموجودة معنا بالريال لايف. هدول it's not limited يعني مش هدول حصريا، ولكن إحنا بنحكي على المين بارتس أو بنحكي على المين كاتيجوري. المين كاتيجوري للبامبس عندي there are two types of two general types of pumps. The first one is called positive displacement pumps. عن طريق الإزاحة الموجبة أو الإزاحة الإيجابية باستخدام سيستم معين. وعندي كمان rotary or rotor dynamic pumps. فعندي نوعين واضحات ومعروفات في البامبس في استخدامهم في كثير من التطبيقات. لكل منهم مزايا وخصائص ولكل منهم استخدامات أو تطبيقات معينة. Positive displacement pump work by the physical by physically displacing fluid inside the space. Okay. اللي سميناها positive displacement pump شو بتعمل؟ تعمل على إزاحة الفلويد داخل space معين. تمام؟ هلا بنشوف كيف. Typical positive displacement pump either use plunger or employ rotating wheel. يا اما بيستخدم بلنجر زي البيستون. Okay. Which pushes the fluid out of the chamber as shown. And شو الصورة schematic diagram اللي أمامك؟ إنه أنا هون عندي fluid. لما يجي هذا البلنجر أو هو زي البيستون لما يضغط على fluid هون شو بيجي بيعمل؟ بيدفع الفلويد اللي كانت موجود يعني تخيل كان موجود أعلى هون كان أوكي شو بيجي بيعمل؟ بيدفع الفلويد اللي كان موجود هون هون في فلويد كتير أوكي فشو راح يعمل له؟ راح يعمل له بوشينج هيك كان هون فلويد عندي راح يعمل له بوشينج هيك أوكي طب شو تتوقع يكون هون عندي؟ One way valve مشان ما ترجع المي عكسية أوكي طيب إذا أنا الآن دفعت الفلويد لهي الجهة فشو عملت أنا displaced يعني عملت displacement إزحت مكان معين كمية معينة إلى out فخرجت هنا أوكي هذا نسميه positive displacement using plunger زي البيستون بالضبط أو بيستون أحيانا بسموه بيستون بامب طبعا البيستون بامب إلى خصائص رح نشوفها وين بيستخدموها أكثر. في نوع آخر اللي هو روتري أو روتر روتيتنج ويل بلاش نسميه روتر. في عندك ويل بالطريقة تمام؟ فلما يلف يعمل إزاحة للفلويد بطريقة معينة. يكون مثلا أول شيء هون فمدخل الفلويد مثلا من هون بيعمل إزاحة بهذه الطريقة. الآن الأشهر فيهما البلنجر بامب اللي هي بيستون بامب طلع هذا تفصيل بسيط جدا عن البلنجر بامب كيف تشتغل بالضبط شوف هنا رداد عبارة عن رداد هون نفس الشيء في البداية اسمح لي بس هذا بتم في ثواني اوكي فهون الانلت هون اوتلت بسموها او احيانا بسموه ريسبريكيتنج بامب نسبة للحركة الترددية تاعت مثلا البامب. Reciprocating pump هي نفسها ايش؟ Reciprocating pump هي نفسها زي المحرك. فعبارة عن بيستون وحركة بهذه الطريقة إزاحة. وين بيستخدموها؟ بيستخدموها في كثير من التطبيقات الغذائية. طبعا مش التطبيقات الغذائية الهيوج اللي بالمصانع. لا مثلا بتشوف عمرك إذا شفت نافورة أو الفونتينة تاعت الشوكليت أو بتشوف محل عامل عصير تمام يعني في محلات العصير تقريبا نفس الشيء مثلا عنده شكل معين وفي عصير برتقال أو شيء معين بيمشي حوله فزي نافورة بالضبط أو زي شلال هذا شو بنستخدم في positive displacement pump طب ليش بنستخدم positive displacement pump أول شيء بحكي لك example of positive displacement pump include Archimedes through used to help irrigation for example
in chocolate fountain and pile drivers عفوا. طيب بيستخدموها بعض الأحيان في الزراعة أو في الري بسموها Archimedes screw pump. اوكي بيستخدموها في irrigation اللي هو الزراعة أو الري عفوا. في عندي زي تطبيقاتها شغلات بسيطة زي مضخة مين الفونتينة تاعت الشوكولات أو الفونتينة تاعت العصير أو إيش ذي مضخات حواض الأسماك كثير منها بيشتغل على هذا النوع تعرف مضخات صغيرة جدا. التطبيقات التي تحتاج إيش إذا شوف أنا حكيت صغيرة أنا شو بتحتاج وفي كمان عفوا كبير مش شرط إنه تصير بس الكومن اللي تاعتها إيش one is important positive displacement pump are mostly used for moving a relatively small amount of fluid. تمام؟ ما بتزبط في لما بدي اضخ مي في التانك ما بتزبط. هاي يعني بدها ازاحة جزيئات بسيطة او كميات بسيطة. فبتزبط لتاعت الشوكولاتة لتاعت العصير. تمام؟ لا حوض السمك، لا هاي الاشياء. فبالتالي الابلكيشن تاعها شو فيه؟ سمول فلوريت. اوكي؟ عندك سمول فلوريت. هاي معنى to moving relatively small amount of fluid يعني تعمل إزاحة للفلويد قليل فبالتالي يعني small flow rate. اوكي هاي البوزيتيف displacement pump في صور رح نشوفها لاحقا ان شاء الله من الويب سايت اكثر من ويب سايت عندنا عن انواع البامب تقدر تبحث يعني بشكل موسع جدا عن انواع البامب. خلينا نروح على الروتري بامب. Okay, rotor dynamic pumps are the most widely used pumps and work by using rotating plates. شفرات دورانية يعني في إلها الشفرات الدورانية زي إذا عمرك فتحت فخة بتشوفها إذا عمرك فتحت التوربين بتشوفها. Alright. Rotating plate to turn the flow and thus create a pressure difference which can be exploited upon. إذن شو بصير عندي أنا rotary element زي المروحة تقريبا يعني مش مروحة زي المروحة شو بتعمل إلها شفرات تعمل rotation. هذا rotation شو بيعمل create pressure difference اللي بدفع الفلويد بطريقه معينه. طيب هاي عفوا مش بوزت اسمها روتر بامبس او روتري بامبس. الروتري بامبس لها عده انواع. There are three classes of pumps. Radial pump or radial rotor pump, axial flow pumps and mixed flow pumps. في بتكون عندها radial في روتري بس ايش؟ عبارة عن اكسيال. كيف اكسيال؟ كيف راديال؟ لما نشوف كيف. في ميكس كله يعتمد على البوزيشن تاع الشفرات والتصميم تاع الشفرات تاعت البمب. فإذا بروح على الجزء الأول هون طلع الجزء اللي هون بدخل الفلو من جهة بخرج من جهة متعامدة عليها هذا بسميه راديال بومب. اوكي هذا راديال بومب او اشهر وحدة عليها سنترفيوغال بومب هاي اللي احنا مستخدمها كثير سنترفيوغال بومب. تمام في عندك النوع الاخر فبتلاقي دائما سنترفيوغال بومب هاي البومب هيك هاي بومب بوكس البومب لكن المدخل تاعها من هون والمخرج تاعها من هون. جايات بزاوية كم؟ 90. يعني بدي اعملهم هيك الزاوية تاعتها 90. هاي شو بسميها؟ Centrifugal Radial Pump. Centrifugal Radial Pump. في نوع بامب الفلويد بدخل من هون عفوا هاي لسه ما زلنا بدخل من هون مثلا بخرج من هون. اوكي؟ او العكس بدخل من هون بخرج من هون حسب اتجاه الشفرة. طيب شو معنى الاكسيال؟ الاكسيال بدخل من هون بخرج من هون على نفس الاتجاه الزاوية كم؟ صفر الزاوية هون كم؟ 90
هاي رسم اكثر توضيح لهم. هاي الميكست فلو بامب طلع تدخل من الجهتين. اوكي في عندي هون امبلر اللي هي الفراشات، في عندك ستيتر يعني حسب الانواع كمان ممكن يكون ستيتر ثابت وستيتر متحرك. ستيتر اللي درس موضوع الدايناميك عفوا المشين بيعرف هذا الموضوع. بس دقيقة مش مهم. فعندي انا الميكست فلو بامب وعندي الراديال بامب شفناها كيف بالضبط. هاي بتيجي بنسميها ميكست، طلع كيف جاي بزاوية، في له مدخل من هنا مدخل من هون ومخرج من هون، بس تطلع كيف جاي لهون، مش جاي 190 بالضبط، جاي مع زاوية. اذا كانت جاي 90 بالضبط الزاوية المدخل والمخرج معناها شو بسميه راديال بامب. اوكي اما هون بسميها ميكست فلو بامب. طبعا شو الخصائص تاعتها؟ شو اللي هلا راح نشوف ليش بنستخدم ميكست فلو بامب؟ ليش بنستخدم راديال؟ ليش بنستخدم الاكسيال؟ خلينا نشوف كل واحده منهم. فبالعاده عندنا زي ما حكيت لكم الطلاب اللي درسوا ماشين هو عباره هذا عن موتور كهربائي. يعني هون الجزء الكهربائي وهذا الجزء الفراشه بس اللي هو الهاوس تاعها مع البيت تاع المضخه. عندي ستيتر. ستيتر يعني ايش؟ ثابت. وعندي روتر. فتخيل هون لما يعملوا روتيشن بهاي الطريقه بنحشر الفلويد ما بينهم، يعني هذا الثابت الخارجي والداخلي روتر، فلما يدخل الفلويد بيضغط الفلويد ما بينهم فبيعطيه ضغط عالي للفلويد. تمام؟ فهيك بنتج عندي هاي بريشرايزد فلويد. هذا مبدا عمل مضخه. ونفس الشيء هون، هاي بتكون ستيتر، هاي بيكون روتر، ولما تلف بين فراشات تضغط على هاي فبصير عندك ايش؟ فبصير عندك بريشرينج فور فلويد، يعني بضغط الفلويد بحيث يخرج من مخارج ضيقه. ولما بتعرفوا انه لما بيخرج من مخارج ضيقه شو بصير فيه؟ بتزيد سرعته وتلقائيا لما يجي يروح على منطقه شو بصير؟ بتزيد البريشر لما يتغير الدايمتر. فهي النقطه الموجوده في موضوع البامبس. طيب خلينا نفهم الراديال اللي هو centrifugal pumps are relatively compact pump and are particularly useful for pumping relatively small flow rate compared to the required head gain to head gain across the pump. كيف شو معنى الجمله هاي؟ هاي الجمله فهم ليست حفظ، انه انا عندي الراديال بامب ولا centrifugal pump تعطيني فلوريت قليل مقارنة مع الهيد اللي بدي اعمله. كيف يعني؟ انا مطلوب مني ابلكيشن هاي بريشر. بدي انا ابلكيشن هاي بريشر بس مش مطلوب مني هاي فلوريت. مثل مين؟ انا عندي في البيت بدي ارفع المي من طابق الارضي الى طابق 20 مثلا ولا طابق 15 في العماره.
حتى لو طابق 10. تمام؟ شو بدي أنا؟ بدي هاي هيد. ليش هاي هيد؟ هدول ال 30 عفوا ال 10 طوابق بجوز 30 متر زائد اللوسز اللي بدنا نحسبها احنا وياكم مع الفيتنج مع المداري شو هو زي مع الفالف مع اللوسز تاعت الفالف مع اللوسز تاعت الفريكشن. فبيطلع عندي هيد عالي. الهيد هذا تاع مين؟ تاع البامب اسمه اتش بي. هذا الهيد تاع البامب بدي يكون عالي، بس الفلوريت مثلا قليل، مثلا الفلوريت 20 لتر عفوا 2 لتر بير سكند فور اكزامبل اور 2 لتر بير مينت، يعني كثير فلوريت قليل جدا. فبالتالي هون طبعا ريلاتيفلي قليل جدا لانه لسه البوزيتيف ديسبيسمنت بامب اصلا بتعطي فلوريت اقل بكثير من هذا. تمام؟ فانا شو اصبح عندي انا؟ اصبح عندي هاي فلوريت هاي بريشر ولو فلوريت. تمام؟ هاي الابلكيشن تاعت مين؟ السنترفيوغال بامبس. از اوكي؟ ذاتس اوكي. تمام. الان they explore the large pressure gradient in a fluid rotating over tight thread to give difference or high difference pressure or pressure difference. The rotating flow is created via rotating wheel at center of the pump. Rotating wheel at center of pump. يعني اتوقع انه واضح الفكره هون كيف بصير يعمل rotation هذا الموضوع. فبالتالي يضطر يخرجه من جهه اخرى بسبب التانجنشال. يعني هون بدخل من جهه هون الفلو اوكي وبخرج من جهه اعلى فور اكزامبل اوكي. لما تلف هاي فبالتالي بتسحب الفلويد معها وتطلع على اعلى اوكي. فبالتالي شو بتعمل؟ هي سكروينج للفلويد بين جزء الروتر والجزء الثابت فبتعمل له ضغط عالي. Axial flow pumps are commonly used to pump large flow rate at small pressure difference. أنا بدي أدفع flow rate عالي جدا ولكن بدي difference قليل. وين هاي النقطة؟ مثلا في بعض الأحيان في بنسميها evacuation عفوا pumps. مثلا مرة بدي أفضي بركة أو بدي أفضي عندي application بدي بأسرع وقت تتم العملية. شو بدي أنا أستخدم؟ بدي أستخدم الأكسيال بامب. أوكي؟ مثلاً الإطفاء. مضخات الموجودة في الإطفاء تتضمن أكسيال بامب. ليش؟ أنا بدي أكبر كمية ممكنة من الماء أو من الفلويد فلو within short of time. Short time. ما بدي أنا أوصلها لعشرين طابق. بدي إياها فلوريت عالي. فبالتالي انا شو بستخدم هون؟ اكسيال بامب. اذا انا عندي فلوريت عالي كثير وعندي بامبس عالي بريشر عالي كثير بستخدم ايش؟ ميكس فلو بامب. خلينا نكمل على الاكسيال. اكسيال فلو بامبس consist of stages مراحل. حتى عندي انا زميلنا او يعني كان يدرس معنا اسمه عمر تفاح مهندس عمر تفاح موجود في البلديه. عندهم مضخات في البلدية تتكون من ستيجز. يعني شفتوا هاي الروتر اللي هون؟ هاي جزء واحد بعدين بشوي بيطلع الفلويد، يعني بضلوا هو ماشي على الباب بنفس البايب تيجي كأنه مباشرة ستيج أخرى. فهاي الستيجز بامب أو الستيجز تاعت البامب. فدائما شو بيكون عندي؟ different stages. هاي different stages تعمل على رفع ايش؟ على رفع القدرة على رفع الهيد. consist of ايش؟ stationary blade and rotary part. فبتبدأ تتكون من جزء ثابت وجزء متحرك. الجزء المتحرك لما يلف بحشر الفلويد على الجزء المتحرك فبيعمل له ضغط عالي. The rotating blades pull the fluid into the machine where the pressure increases as it passes along its along the pump. تمام؟ هذا احنا اللي بنقدر نحكي عن الموضوعين هون. فما بدنا نتطرق اكثر للمواضيع هاي
لأنه صراحة يعني هاي مواضيع نفسها بدها كورس كامل، مضخات تصميمها اختيارها بشكل موسع، مش فقط زي اللي بدي اعطيكم اياه الان انه هي عندي فلو تشارت، عفوا عندي كاركترستيك تشارت واستخدم منه هكذا. If we have a brief look at the flow inside a pump، حاليا الانواع انتهينا منهم، راح نعطيكم انواع اخرى بنهايه المحاضره بصور اخرى، بس من شان وانا بعطيكم هذا نحكي عن البرفورمانس تاع البامب. فبالتالي let's have a look at flow inside pumps. We can try to characterize their performance, all which depend on the flow rate. نقدر احنا نوصف كل الفلو ريت في المضخات دراسة حالة المضخة أو البرفورمانس تاع المضخة باستخدام الفلو ريت. There are a number of different measurements or measures we could use to ash. We could use to study the performance of the pump. These include the pressure rise across the pump, the whole head, HP or delta P, brake horsepower, which supplied to the fluid, horsepower brake power, اللي هو الطاقة اللي بتزود للفلويد. The efficiency، بس جاي من وين هاي؟ جاي من الكهرباء. فبالتالي أنا عندي طاقة ميكانيكية، طاقة كهربائية، وفي لسه عندي طاقة فلويد، دي طاقة هيدروليك. عندي three types of three type of conventional energy، طاقة كهربائية، طاقة ميكانيكية، طاقة موائع أو طاقة هيدروليكية. All these can plot as a function of the flow rate. كل هذا الكلام نقدر نرسمهم كفانكشن بالفلو ريت. خلينا نشوف كيف فانكشن بالفلو ريت. هاي كيو وهاي هاتش هون. فتخيل انت بدك شو تعمل؟ تضخ فلو ريت عالي على نفس المضخة. أنا هاي المضخة مثلاً ضخيت عليها 5 لتر بير سكن، أعطتني هيد بما يقارب 20 متر. كيف بحسبها؟ من الإفشنسي، من الكيرف، من أكثر من نقطة. فبالتالي أنا هنا شو أعطيت؟ أعطيت اللي بسميه كاركترستيك كيرف. كمان مرة إحنا عندنا البريشر بيكون عالي فور إكزامبل، فبالتالي الفلوريت يكون قليل. هذا معنى كاركترستيك كيرف، كيف نتعامل معه. طيب الان الموجود في هاي المرحله افشنسي، لاحظ الفكره في الافشنسي. كمان مره الهيد هو اتش بي بامب هيد. إذا أنا بدي فلوريت قليل جدا بيعطيني هيد عالي، إذا بدي فلوريت عالي بيعطيني هيد قليل. هذا على نفس المضخة، هذا على نفس المضخة وعلى نفس السرعة، لأنه في مضخات بتشتغل على سرعتين، راح تشوفوها بمختبر الفلويد. في بعضها بيشتغل على 3 سرعات، يعني في عندنا مضخات صغيرة بيستخدمها بمختبر الفلويد عشان تبين لك فكرة توصيل المضخات والكونكشن تاع البايب. في بعضه بيشتغل على 3 سرعات، بعضه بيشتغل على مثلا 900 ار بي ام، بعضه بيشتغل على 1000 ار بي ام، 1200 ار بي ام وهكذا. فبالتالي كلما زادت السرعه الدورانيه للبمب. شو معنى السرعه الدورانيه؟ كنا فاهمين اوميجا او احيانا بنسميها ان. شو بيعني هذا الكلام؟ يعني انه انا صار عندي حركة أسرع، تايم أقل، وبالتالي أنا صرت أضخ الفلوريد أو الفلويد بتايم أقل. إذا أنا شو عملت هون؟ زدت الباور. فأول شيء زدت الباور اللي ناتجة، وكمان زدت استهلاك الباور. فبالتالي أحيانا عندي أنا تو سبيدز أور مور، زي ما قلت لكم حسب الأبلكيشن تاعت البمب أو حسب نوع البمب. في بعض البمب فيها 3 سرعات، في بعض البمب فيها أكثر من سرعة. فشو اللي بزيده أنا؟ هون نرجع لورا، اللي بزيده بالضبط هو سرعة الروتر. بزيد سرعة الروتر هذا اللي بلف هون، بدل ما كان بلف مثلا 600 ار بي ام للثانية، 600 ريفوليوشن بير مينت، عفوا مش للمينت،
بصير الف مثلا 1900. فشو بزيد؟ اول شيء بدي انا طاقه اعلى من الباور الاوتسايد او الاكسترنال باور، وبدي طاقه او عفوا وبنتج عندي طاقه اعلى للهايدروليك. فهي الفكره اللي موجوده في السيستم اللي بنحكي عنه. Alright. يعني دكتور التدفق بزيد والبرشر بتزيد كمان ولا بتقل لما بنزيد السرعة؟ لا، لما احنا بنزيد السرعة اكيد حسب ما بدنا. كيف حسب ما بدنا؟ اذا انا بدي ازيد الفلوريت تمام البرشر راح يقل. فمثلا انا بدي ازيد الفلوريت بس بديش البرشر يقل، شو باجي بعمل؟ هي كمان في شيء على البايب كونكشن راح تاخذه ان شاء الله حقا. فبالتالي اذا انا بقدر ازيد السرعه بظني انا مثبت الفلوريت. كيف بالعاده بثبت الفلوريت؟ حدا بيعرف كيف بثبت الفلوريت؟ هي البامب، هي بايب، او خلينا نرسم البامب مش هيك نرسم انا بالعاده يعني مشان نرسم مش صحيح البامب نرسمها هيك. بعض الاحيان برسموها هيك. هي بامب عندي، هاي بايب ان، هاي بايب اوت. كيف بدي ازيد الفلوريت؟ اعطيني حدا طريقه معينه لزياده الفلوريت. انا عندي هون بايب جاي من تانك معين، كيف بدي ازيد الفلوريت؟ حدا بيعرف كيف؟ دكتور الفلوريت بالشفرات اول شيء بتنزاد صح؟ اذا زودنا السرعه اللي بقلب البمب. يعني بكلامك سليم هذا الحكي، يعني بس دكتور كمان في معظم الاحيان برا. خليني احكي لك، معظم الاحيان بعد مخرج البمب في فالف، هذا الفالف بتحكم بالمحبس، بتحكم بفتحته. اذا فتحته على الاخير عملت ماكسيموم فلوريت، اذا فتحته قليل جدا اذا انت قللت الفلوريت. طب انا زي ما حكى محمد شو بده يزيد البرشر بس على 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 او بده يزيد الفلوريت على سيم برشر، شو باجي بعمل؟ بخلي هاي نفس الفتحه وبخلي يزيد الدورانيه. فهيك انا شو عفوا كمان مره احنا خربشنا، بدنا نزيد الفلوريت تمام وعلى نفس البرشر. فبكل بساطه انا كاني بضلني اعمل معايره، مش عندي انا زدت السرعه الدورانيه هون، اذا بغير الفالف لماكسيموم حتى يصير البريشر السابق بيساوي البريشر القديم البريشر الحالي. مثلا كان عندي بريشر 2 بار، اول ما جوز ما شغلت السرعه الدورانيه الثانيه صار البريشر 4 بار فور اكزامبل او 3 بار. فانا بضلني افتح في الفالف حتى يقل البريشر تمام. ليش تقل البريشر؟ واحد بقول لك شو دخل هذا الموضوع؟ لا، انا فتحت الفالف عملت ريليز اكثر للفلوريت فصار يتدفق بسرعه اعلى، الفلوريت صار يمشي بسرعه اعلى فبطل يتحاشر اكثر بموضوع في الروتر والستيتر. اوكي، هاي النقطه. النقطه الاخرى بنسميها البامب كومنيكشنز. احيانا انا عندي هي حوض ولا بركه، بدي انا ارفع الفلوريت مثلا او الفلويد لعماره. فاسهل شيء شو بتيجي تقول؟ باجي بحطها اجيب هالمضخه هون وبترفع. اوكي، فور اكزامبل هيك. طيب انا بدي ازيد البريشر، بديش ارفع على عماره هون، بدي ارفع على عماره 10 طوابق. شو بدك تيجي تحكي؟ بس بدي الفلوريت ثابت. والله هذا الحكي ما بزبط. لا بزبط، اجيب ايدنتيكال بامب بالعاده بتكون بحطهم على مين؟ على التوالي. ايدنتيكال بامب بتحطهم على التوالي، الفلوريت نفسه، بس شو صار؟ هاي عملت تي بي 1 هاي عملت بلس تي بي 2، ديفرنس بريشر واحد ديفرنس بريشر اثنين. طب ليش ما نجيب مضخه كبيره ونريح حالنا؟ حدا بيعرف ليش بزبطش او مش مفضل تجيب مضخه كبيره؟ صار بجوز البايب ما بتحمله، اللوسز بتكون اعلى تمام، اللوسز بتكون اعلى لانه بتصير عندي هاي بريشر، فبالتالي بصير احتكاك اكثر. وشفنا علاقه البريشر مع الفيسكوزيتي وهي الامور،
احيانا شيء ثاني انه ليش بيعمل لي create high pressure on the pipes، فبتصير هون النقاط البشر اللي هون عليها high pressure، هم ممكن تسبب لي مشاكل. طب ليش ما انا اجي استخدم هاي مضخه، عفوا هاي مضخه هي عندي كمان مره السيستم المضخه، بعد مسافه صغيره استخدمت كمان مضخه، شو بصير عندي هون؟ هذا افضل من ما استخدم مضخه كبيره في البدايه. ليش؟ لانه هون اذا بستخدم هاي مضخه مهما يكون الفلو ريت، مهما يكون البريشر، اللوسز راح يضلوا بطريقه معينه. اذا انا ركبت مضخه كبيره راح تزيد عندي اللوسز، تعمل عباره عن تسبب مشاكل في هذا الموضوع. اوكي؟ هذا اللي نقصد فيه. طب لو ودي انا يعني انا جيت المضخه الاولى شبكتها، بعديها مخرج المضخه الاولى او بعد امتار معينه شبكت المضخه رقم 2، هاي بنسميه تو انكريز ذا هيد. طب بدناش انكريز هيد، بدنا نزيد الفلوريت، شو باجي بعمل؟ باجي على هذا البركه بحط البايب الاول، بحط البايب الثاني، هاي المضخه الاولى وهاي المضخه الثانيه، بعديها المخرج تاعهم بربطهم مع بعض. هاي شو بتعمل؟ بتزيد الفلوريت. تمام؟ هاي بتزيد الفلوريت. وضحت الفكره؟ زياده الفلوريت ممكن نستخدم بارلل كونكشنز اوف بامب. اما اذا بدي ازيد عفوا البريشر ديفرنس او الهيد بستخدم ايش؟ بستخدم ما يسمى ب عفوا سيريز بامب كونكشن. طيب البرفورمانس كيف؟ كنا نحكي عن كيف؟ احنا بنعرف الهايدروليك باور بتساوي، هذا بتذكر شو الهايدروليك باور حكيناها المره الماضيه، رو جي هاتش بامب او هاتش بشكل عام مضروب في كيو. طيب انا عندي البامب هاي فيها محرك كهربائي، هذا المحرك الكهربائي يعني تعطيه بتدخل له باور كهربائيه اي في اللي هو فولتيه وكرنت، بيعطيك باور ميكانيكيه. طيب هاي الباور الميكانيكيه بتضلها ثابته، ليش؟ لانه بشتغل انا على سرعه واحده، ما دام الباور الميكانيكيه بتضلها ثابته اذا الباور الاكتوال اللي بتروح للفلويد بتضلها ثابته، فاذا هاي ثابته اللي عندي هون هاي ثابت، واحد بده هاي فلوريت شو بصير بهاي؟ كمان مره هاي ثابته اللي عندي اللي عليها البوكس او الدائره الصفراء، اذا انا بدي ازيد الفلوريت بدي فلوريت عالي شو بصير بالهيد هون؟ يقل البريشر، يقل او يقل البريشر. نعم هو الهيد مو البريشر، هذا عفوا هذا دلتا بي، يعني هو دلتا بي. تمام رو جي هاتش دلتا بي. طب بدي العكس، بدي انا ارفع على مستوى اعلى بدي استخدم فلوريت قليل وهكذا. جيد، هذا اللي بصير معنا بالضبط في هذه العلاقه، بالتالي العلاقه ما بينهما توصل بهذه الطريقه. وجدوا انه نفس الشيء للبيرفورمانس، البيرفورمانس اذا انا بدي ارسم بيرفورمانس هون بيرفورمانس ما يكون جيد هون، تكون بهذه الطريقه. هون بيست اوبريتنج بوينت مثلا تكون هون بيست اوبريتنج بوينت. اوكي؟ بنسميها اور افكتيف اور بيست اوبريتنج بوينت. اوكي؟ هاي شيء الافشنسي اللي هو بتقيس كم الهايدروليك باور اوتبوت على الباور الميكانيكيه او الباور الكهربائيه اللي اعطيناها للسيستم. اوكي؟ هاي كل الاشياء احنا وجدناها. هاي الباور اللي وجدناها المره الماضيه. هاي الافشنسي اتوقع اجت لبعضكم في الامتحان. وهاي الهيد. Therefore there are a number of different measures حكينا عنها، وهاي الشغلات استخدمها هذا الموضوع. الان عندي اكسرسايز ممكن يعني ممكن تعملوه في البيوت، بعض الزملاء عملناه في محاضره التعويض او مش محاضره التعويض، الاكسترا اي اللي حضر. كان عندنا بكيف نوجد المجموعات او how to study the pump بالدايمنشن اناليسيس. فوجدنا انه البرفورمانس تاع البامب يعتمد على اكثر من نقطه،
يعتمد على الضخ، قوة الضخ الفلوريت. الآن روتيشنال سبيد، ديمتر تاع البامب، الرفنس تاع الوول تاع البامب أو تاع البايب، the viscosity of fluid, the density of fluid, and other parameters such as dependent parameter such as the head or delta B. يعني يا اما بتستخدم الهيد يا اما بتستخدم دلتا بي، واحده منهم. البريك باور اللي هي هاي الباور اللي بتدخل عندنا من الكهرباء، او بتعرفهم تخرج تدخل من الميكانيكال سيستم، والافشنسي. فكلهم هذول بنسميهم how to study the performance or characteristic of pump. نرجع لنا عده باراميترز او عده دايمنشنلز جروب، بعضكم اوجدها المره الماضيه وبعضكم اجت عنده في الامتحان اذا بتتذكروا. هاي باور، هاي يعني باور رو عن تكعيب على دي قوه 5. هاي شو بسميه؟ باور نمبر، حكيت لكم عنه بالضبط. هاي الباور نمبر برسم علاقته مع مين؟ مثلا هاتش مع كيو، هذا باور نمبر كيف بيكون. طيب عندي رينولد نمبر، عندي فلوريت كوفيشنت، عندي هون رفنس كوفيشنت، عندي هيد كوفيشنت او بريشر كوفيشنت. هذا كمان اوجدناه المره الماضيه او اجل بعضكم في الامتحان كيف. فمشان هيك هاي المجموعات مش للحفظ، ولكن تفهم كل وحده لايش. يعني كيو مع هذا السرعه مضروبه في الدي هو 3، هذا بسموه فلو كوفيشنت. هنا شايف باور، باور كوفيشنت، هنا شايف هيد، هيد كوفيشنت او بريشر كوفيشنت، هون رينولد نمبر، وهكذا. تمام، هاي المجموعات اللي احنا او دايمنشنال اناليسيس، دايمنشنال اناليسيس اللي عملناها للبامب. فبالتالي هون هذا كيرف اخر للبامبس، الافشنسي مع الفلوريت كيف بتكون، هذا الهيد كيف بيكون بالضبط، هنا الباور كيف بتكون بالضبط، هنا سي اتش اس، اوكي. هون بنسميها شيء جديد، لو بوزيتيف هيد، اوكي. هذا البوزيتيف هيد راح ندرس كمان شوي او نعطيكم ملاحظات عنه، راح تدرسوه بالتفصيل الممل في تيربو ماشينري، بس راح نعطيكم لمحات بسيطه عنه في سلايدات، او مش سلايدات، خلصنا سلايدات في الويب سايت اللي بدي افتحكم اياه كمان شوي. في حد عنده استفسار على هذا الموضوع؟ شوف هون مثلا احد الشركات اللي بتصنع البامبس، يعني اشكال مختلفه، جزء فاميليار احنا فيها سنترفيوغال، يعني مش عارف اعملكم زوم اكثر. اوكي، في عندنا عده انواع من البامبس هنا. كلها ابلكيشن مختلفه وكلها اشكال مختلفه. اوكي، هاي اذا بتفتح لاي شركه موجوده عندي. اوكي، طيب خلينا نشوف اشياء اخرى عن البامبس هون. يعني بامب كلاسيفيكيشن، حتى نعطيك الاسماء بتاعتها بالعربيه، يعني حاول ترجمها. اوكي، الان عندي البلانجر بامبس اللي هي تاعت البستون، عندك اكثر من نوع مثلا، كلها بتعتمد على شيء بنسميه بوزيتيف ديسبيسمنت بامب والتردديه. ليش؟ زي المكبس هون، انت هون زي البستون، هاي بتلف، كل ما لفت تسحب تدفع فلويد، تسحب من هاي النقطه من الاصفر تدفع بالاحمر، بالاحمر هون. هذا بستون ديسبيسمنت، عفوا بستون بامبس. بلانجر بامبس نفس الطريقة اللي شفناها، في هون دايفرام فالف، عفوا دايفرام بامبس، هون عندك بيستون بيسحب الدايفرام وبعديها بيسحب بيسمح للفلويد. يعني في عندي هون بالضبط زي دايفرام،
مربوط مع مين؟ مع بيستون. هذا البيستون بتحرك طبعا له كرانك ولا شيء معين. عندي هون مدخل عندي هون مثلا مخرج. اول شيء شو بيجي؟ بدفع البامبس هنا، بدفع الديفرام هون، فشو بيجي بيعمل؟ بضيق عليها، بعدين برد يرجع بيسمح للفلويد تتحرك، او بيكون بطريقه مختلفه. يكون عندك هون كافيتي صغيره مع الديفرام، بيطلع الديفرام. الديفرام هو عباره عن غشاء، بيطلع الديفرام بدفع هذا الفلويد بينزل هون. هاي كمان مره استخدامات ذات هيد قليل، اوكي، وفلوريت قليل. طيب في عندك الميكست فلوريت بامب، الميكست بامب كثير منها بنستخدم اللي هو الايمرجد بامب، تمام، المغموره، المضخات المغموره. وين بيستخدموها هاي الايمرجد بامب؟ حدا بيعرف وين بيستخدموها؟ في الابار دكتور، الآبار، النفط، آبار المي، آبار اللي بيستخدموا استخراج المياه، استخدام الفلويد. أوكي؟ سنترفيوغال أتوقع إنه واضحة، اللي هو الراديال هنا اللي روتري، واضحة السنترفيوغال. في حتى بعضها بيشبه الجير، في شو بسموه لوب، بيشبه مش الجير بالضبط، بيشبه طريق يعني شبيه بالكامات في سكروينج، تمام؟ أوكي؟ فهنا اللي موجود عندي بهذه الطريقة. اوكي، هاي بنسميها روتري بوزيتيف ديسبيسمنت، هاي ريسبروكيتنج وهاي روتري بوزيتيف ديسبيسمنت، عفوا سنترفيوغال هون الاخبار. في عندي هون الميكست فلوريت حكينا عنها. في عندك هون مين؟ انواع مختلفه تقريبا تجمع للميكست فلوريت، تجمع بطريقه معينه. هون الراديال او السنترفيوغال بهذه الطريقه اللي موجوده عندنا. هاي انواع مثلا كلاسيفيكيشن للبامب الموجود، تمام. في عندك طبعا انواع كثير ممكن تطلع عليها، هون تايب اوف بامبس احنا المشهور عندنا تقريبا، بتشوف هذه اللي هون، بتشوف لون في البامبس القديمه. شو هاي البامبس القديمه؟ حدا بتذكرها؟ زي الكباس تاع المي، هذا اللي بيخرجوا منه مي بيستخدموه افتراج معه. فبالتالي أنواع مختلفة من البامبس موجودة عندنا دائما، وفي كلام كثير عن الأنواع المختلفة بتاعت البامبس. أوكي، خلينا نروح لشيء أكثر وضح هون، يعني تكملة الموضوع صورة أخرى. هون عندنا سنترفيوغال بامبس، نفتح الصورة معكم. عندي هون سنترفيوغال بامبس، هون جير بامبس اللي هي positive displacement, van pump positive displacement, house pump positive displacement, piston or multi-bix pump اللي هو تقريبا اكثر من بيستون بيكون بيشتغل في البامب. اوكي، هاي موجوده عندي انواع مختلفه or most common types of pump. فبتلاقي يعني ايش ما تفتحوا عندك معلومات كثير موسعة عن هذا الموضوع. اللي بدنا نيجي احنا نفرجيكم اياه اللي هو الكاركترستيك كير. الكاركترستيك كير بالعاده بيكون بهذه الطريقه، نفس الموجود هنا. اوكي، هون مثلا بيستخدموا في بعض المضخات يستخدم فيريبل راديال بامب، هاي تقريبا غالي كثير ويعني مش كثير موجوده، لكن يعني اقصد انه في منها. كيف بتكون شكل البامب الكيرف؟ طبعا مش شكل هذا، بكل شكل، تمام. شو بيعني كل شيء؟ هون الهيد، هون الفلوريت، هون شيء بسميه ان بي اس اتش ار. اوكي، نيجاتيف بوزيتيف سكينج هيد ريشيو. فبالتالي هون مشان ما يصير عندي كافيتي، هذا الرقم بيعبر لي عن شيء اسمه كافيتي. شو الكافيتي؟ الكافيتي لما يصير عندي الماء في المضخه او الفلويد في المضخه يمكن ان يصل الى مرحله الغليان بسبب الحركه اللي فيه.
فبالتالي بصير يشفط هواء، بصير يشفط بخار. فهون احنا بدنا نحاول نكون هذا الرقم minimum as much as we can. فبالتالي هون عندك اكثر من نقطه بدك تبرهن عليها او تستخدمها. طب شو HP 5 HP؟ في عندك مضخه 5 هورس باور، عندك مضخه 7.5، عندك 10 وهكذا، عندك 15. فبالتالي هذا الكاركترستيك كيرف، واحنا لازم ندور على البيست اوبريتنج بوينت نشتغل في الكاركترستيك كيرف. كلام كثير ومعلومات كثيره عن البامبس، يعني ما بنقدر نغطيها كلها، وبتقدر انت تبحث وتشوف المناسب لك في هذا الموضوع. تمام؟ هذا موضوع البامبس اللي موجود عندنا بشكل مختصر، عن انواع كثيره حكينا، كلام كثير ولكن مختصر بشكل اكبر قدر ممكن، لانه ما في راح يكون معانا وقت راح تاخذوه بالتفصيل اكثر في موضوع التربو ماشينري. راح يحاول المهندس كمان يعطيكم عن هذا الموضوع بالقدر الممكن. حدا عنده اي استفسار؟ بشكل عام مش عن محاضرة اليوم، أي استفسار آخر عن المادة، عن المحاضرة الماضية؟ لا دكتور، بس حابين نشكرك على، احنا نكون انهينا كل شيء بالفلود. حابين نشكرك على الفصل الرائع، والله يعطيك ألف عافية، وكل عام وأنت بخير دكتور. كل عام وأنت بخير شباب، ونراكم إن شاء الله قريباً. واللي ما بيعرفني يجي يعرفني على حاله، يعني عيب تكونوا طلاب ميكانيك ما بعرفكم. اوكي، نراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. الله يعطيك الف عافيه دكتور، كل عام وانت بخير. سلام.